محمد كلمة طرة واسمك نستزيد، وانت نومس في فعولك ونفخر بك علام. نظرة ابداعي مثل نظرة عيوني بعيد عن عيوني تفرقون، هباق مضجف شعر العين على نادرة واصبر وصيد ما يخطف عقول الان بابا وخطف الراها عزف افكاري بالابداع والحبك الفريد تضرب المذوقين بلحن وبلا لحن قدرها فزتها للذوق عشاق الجديد. يا مرحبا وسهلا فينا، الله يبيض وجهك ويجمل حالك على وقفتك اللي دائمه ولا مستقر، لا مع وطنك ولا مع قبيلك، بيض الله وجهك على صبر سنك سنتك بعلوم طيبه ولا هي بغريبه منك ولا من شيبانك اللي ربك، وجعلك تسلم ورحب بالضيوف اللي جون اشكرهم جزيل الشكر، وبيض الله وجهك، هم اللي شرفوا الحفل، هم اللي كملوه، هم اللي جملوه، ولا هنك يا ذيبان على التصوير وعلى التغطيه اللي لا مستغربا وانت قاعد تسلم قاعد تسلم. طال عمرك لعريس هذه الليله، نقول الله يبارك لهم ويبارك عليهم ويرزقهم بالصيب الصالح ويسعدهم في الدنيا وفي الاخره، وشكرا لك انت شخصيا على جهودك، وعسى الله ان شاء الله يعطيك طموحاتك. ورحمه الله وبركاته، نبارك للعريس ونقول بارك الله لهما وجمع بينهم على خير، نبارك لمحمد بن سعيد البيري ونقول ألف مبروك، الله يوفقه ويوفق من يسمع لما يحبه ويرضاه، ويجعل هذا الاجتماع اجتماعا مرحوم وتفرقهم بعد تفرق معصوم، ولا يجعل فينا ولا فيهم شقيا ولا محروم، ويحفظ ولاة أمورنا وحدودنا وجنودنا، والسلام عليكم ورحمة الله. طيب بسم الله الرحمن الرحيم في هذا المساء الجميل، وبدعوة من أخونا الشاعر محمد بن سعيد بن حمسة الحارث الفهر، حضرنا هذه الليلة للتهنية والتبريك مناسبة زواجه، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لأبو سعيد وأن يجعله زواجا مباركا، ولا غريب أبو سعيد جعل اسم شاعر جزل ومشارك دائما لأبناء قبيلته وأيضا قبائل قحطان والأجناب، نسأل الله سبحانه التوفيق، كما نشكرك أيضا أنت على الحضور وأنت مصمم الحقيقة جميل نتابع تصميمك، نسأل الله لك التوفيق أبو مبارك. مرحبا ومسهلا، الله يحييك اخوي الغالي، اللي عندنا لك ولك واللي عندنا الله يوفقه ويبني بيته على الطلاق ويبارك لاخويا ابو ثلاث. مرحبا ومسهلا ابن سعيد بن حمسه، الله يوفقه ويبني بيته، ولو غريب عليه لعله على شبانه اجتماع الحضور ذا، والله يوفقه ويبني بيته، ولا انت مصمم من المبدع. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، تلقينا دعوه كريمه من الاخ الشاعر محمد ابن سعيد بن حمسة، الله يوفقه ويبني بيته في زواجه، ونهنيه بهذا الزواج والله يحفظكم جميعا. أقول الله يبارك له ويجمع بينهم في خير، وهذا غلال الأسرة أسرة كريمة، ولا تجمع ظل الرجال طال عمرك من عبث إلا والله من طيبهم ومن وفاهم مع الرجال، وسأل الله في هذا الساعه ان الله يوفقهم ويوفق من يسلم. مرحبا وسلام، مبارك لاخوي محمد بن سعيد بن حمسه، والله يوفقه ويبني بيته ويستاهل الحضور الطيب، وابو سعيد علومه كلها غانم وشعر ومراجل واخلاق وكل طيب نلقى فيه لا هو ولا شيبانه. مرحبا ومسهلا. يا مرحبا ومسهلا مصممنا الغالي نهل، الله اول شيء الله يبيض وجهك على الجهود اللي تقدمها للقبيله وغير القبيله، دائما ما نشوف تصميمك للوطن وللقيادة ثم للمجتمع ثم للقبيلة، وهذا دليل على تميز، وحنا من متابعينك صراحة، حساب متميز وسناب متابع، وحنا ننصح إلى الأمام. ثاني شيء مبارك لأبو سعيد، الله يوفقه ويسر أمره ويبني بيته بالصيب والنصيب، وأبو سعيد من شعراء القبيلة يا غرابة هذا الحضور الكثير اللي مثل ما تشوفون من ساعات مبكرة ما جاءوا إلا يباركون أبو سعيد ويشاركونا في فرحته، نسأل الله لا يبارك فيكم السداد، والله يوفقه ويسر أمره ويفاولهم الولد إن شاء الله الصالح. أول شيء نقول لأبو سعيد ألف مبروك، جعل إن شاء الله بيت الصيب والنصيب، ونقولها كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم بخير، وشكرا لسنابكم التواجد اللي دائما موجود في المناسبات، والله يوفقكم ان شاء الله. نقول لهم كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهم بخير، والمشاركه بيتين يقول الشاعر حمد بن سمحه في البار
عوار مثل احياء لبيب العقل والقلب الفهم تحت امرهم نصفق حطانا من اللكم لنا اللكم والله يوفقهم ان شاء الله للحظ الطيب. حياك الله طال عمرك، اتشرف اليوم بحضور مناسبة اخوي الغالي محمد بن حمسة، احد الرجال اللي نفتخر فيهم، له افعال طيبه وعلومه طيبه، وما فيه وهالحضور الكبير هذا ما حضر المحبه وتقدير له. وانا سعيد فيك اني حضرت اليوم وقابلتك اخوي مصمم النهل، بيض الله وجهك وسلامتك. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اما بعد نبارك لابو سعيد بمناسبه زواجه هذا الليل، والله يبيض وجهه ويجمل حاله، وذا الموقف الطيب لا هو ولا ابن عمه. وكمان اشكر منصه نهل على التغطيات في كل المحافل اللي تخص القبيله، وبيض الله وجهكم على كل حال. مساكم الله بالخير، مبارك لابو سعيد هذا الحضور الطيب والحفل اللي ينم على طيب راسه وطيب شيبانه، الله يطول عمرهم جميع، مبارك له والله يفاول الولد الصالح. نشكركم يا ابو مبارك نفداك على تغطياتكم وجهودكم، بيض الله وجه الجميع. مرحبا، الله يحييكم جميعا في هذا المساء المبارك. نبارك للأخ الغالي الشاعر محمد بن سعيد بن حمسة، ونقول له كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما في خير. نسأل الله التوفيق للجميع، ونشكر معازيبنا على حسن الاستقبال، والله يطول عماركم جميعا. شكرا لك. الله يسعد مساكم كل خير. الليلة من أسعد الليالي عندي، زواج وفرح أخوي محمد بن سعيد بن حمسة، الله يوفقه، والله أن القصر ما يضيق ويمتلي إلا من طيب أبو سعيد وطيب ربعه وطيب شيبانه. وكذلك يشرفني الطلوع عبر منصتك أخوي نهل، والله يطول عمرك ويبارك لمن جمعنا ووفقه الله الحظ الطيب وإياه. أول أشكرك نهل على حضورك وتمييزك بالنسبة لعريس هذه الليلة، ما أقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لهم وبارك عليهم وجمع بينهم خير. الله يبني بيته ويجعل بيت الصيب والنصيب ويفقه في حياته الزوجية. بسم الله الرحمن الرحيم، نقول عريس هذه الليلة الشاعر محمد آل حمسة: بارك الله لكم وبارك عليكم وجمع بينكم في خير. حضرنا في هذه الليلة المباركة بمناسبة زواجه، والله يوفقه ويسعده ويفاوله الولد يا رب العالمين. سلام. الله يمسكم بالخير، أسأل الله العظيم أن يوفق أبو سعيد الما يحب ويرضى ويجمع بينهم في خير ويوفقه. أبو سعيد وجه طيب وخشم طيب وكل يعناله من كل ديرة، وجعل ربي يفاوله الولد وجعل بيته بيت الصيب والنصيب. وسلامتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، حفلنا الكريم، حضورنا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حللتم أهلا ووفرتم سهلا باسم آل حمزة خاصة وباسم الغار عام، نرحب بكم أجمل الفرحين بمناسبة زواج الابن البار لقبائل قحطان الشاعر محمد بن حمزة، شاعر المنبر وصديق به أبقى. صحيح لسنا أخوة، ولكن بيننا أخوة 15 عاما يشارك أطرافنا، واليوم وجب علينا مشاركة أطرافنا. نائب القرناح فرحة لا توصف بتقديم الحفل، سائل المولى التوفيق والنجاح. حفلنا الكريم، نستهل وإياكم حفلنا الخطابي لآيات من كتاب الكريم يلقيها القارئ زمان بن حمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا صدق الله العظيم. لأهل الحفل كلمة يرجيها نيابة عنهم، استعد.
سليمان بن سعيد بن سليمان بن حمزة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول الحبوا ثم الحبوا ثم الحبوا. الله يحييكم عداد السير، دعناكم رضاكم وجبتم ممدوهاكم. الله يحييكم تحايا السير، مرحبا والله وسهلا. نأتي وإياكم للفقرة المحددة لدى الجميع، فقرة الشعر والشعراء، قصيدة تلحينية للشاعر وازع بن عليان الفهد. السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. انتهى مبارك اخوي محمد بن سعيد، يقول اللهم بارك لهم وبارك عليهم ومعطينهم الخير. الصراحة أبو سعيد علومه طيبة مع العرب كلهم، لا قريب ولا بعيد، وأي يصيب الله ما يوفي حقه، لكنها مشاعر مقام وتلبية الله يطول الطرف. يقول يا ربع الصوت يا ربع الله يحفظ نسمه إذا لا أسمع أن تسمعوه. يقول على صدقة الدنيا والفلس من الأجار، ما غير الله اللي يسحب الدرك يسحبني، خذينا على الدنيا مع أهل الوفاء معدار، وقلنا له الواقع واحمد الله اجل مني علي الطلاب من هاي أبو سعيد خمس أضرار، أبزهم عليك أقول يا محمد اعذرني وفكك مني مالي مثل هذا المعدار، يا صار موقف عزم أخوي كلمني. أنا أقلب لي هذا وعن المنبر الشعار، وأنا لا تركت تقول شيء يقلبني، أنا مرحبا في محفل كف الشعار، أنا مرحبا في محفل كف الحمار، التدحين لي بدلة صدر كل متعني، أطوال العمار يرحب بهم أطوال أعمار على الحشو والعود وعلى الزعفران الدني، وجيه الكباشة من المرادل وبالشناء بعد رحب لي بالتراحيل له ذنبي، عسى الله يبارك للرفيق الصدوق المار، حزام الرفيق ونلعب وربح للظن، ولا يا محمد يا ابن سعيد راعي الكرم، عسى الله يوفق كلك لزفت ونهني، ولا مناح بمهلك بسجد الحنين الدار، الدم اللي كان مناح وتشوش وتغني، رعى فزعه عقله لي قلت الاشواق. لك لازمك ما قلت ننهي مذهبني ولا تشايب مني على هالعقل مع الاخيار عساه من نار الخلق ينعم ونتهني ولا تشايب مني على هالعقل مع الاخيار عساه من نار الخلق ينعم ونتهني هناك من حمسه شاعر ذكرى على الاقدار هذا ريف رد من مسمع متوني راح طيب السينة وخلت وراها حرار حرار على العادات ما تخلف الظن اذهب ربة بالحب وقلب وشب النار ادحو من تناهي انها الله يكبني انا لا تحارف قلبي حس ولا نار رجاوب ومالي فيه من كان يسرني انا لا تحارف قلبي حس ولا نار رجاوب ومالي فيه من كان يسرني هنا لحمر الخير ومتعبة الانهار ظهر سيفي خطر ظهر رمح يسمي ادعو علمها الرم كان قبل الزمان غياب يا تتحول شيخا من الطيحة يحني ولقى يوم شمسه غطاها غطش وغبار ولا صاحب التلفاز والطنش لحني لركبوا عليها اعوام يفلح تروح غياب لكن الشميع تقول للموت مثبتني وجمع علمها يمزي وجمع المهر يمزي نوع الكبار وجهار على جيش المطور وعلى خيمة متعلمي وكثير القبائل تقلب عوار مثل احتار على ماضي النطفات مصدر خبر مني اثنين يعجبه مدحي ربعي هذا المقدار الربع لها التقدير والقدر وثني وما غلطت اهل الداح مني وقام لي غار وشكرا على البر وجهه ثور وخمه سلام عليكم. صح الله يرحمك يا ربع استريح الله لا يهين استريح يا ربع الله لا يهين شاعرنا القادم شاعر البيعة الشاعر حمد ابو هيب.
جزاكم الله خير جميعا. اولا ابارك للاخ الغالي الشاعر محمد بن سعيد، اسال الله ان يبني بيته ويوفقنا واياكم من يسمع. وانت يبني شركات اشبهها وهدوها من الله خلقكم بدون قصور اسلامي، وان سمحتوا لنا من الربع عندما تسمعون ما نسمع. الشاعر ما يفعل غالي وسكته الا علشان يسمعونها رجال، اما يكون صح لسانك وليس بدون منه. وعذروني لكل عمر يا الله يا ابن شمس من انت رديت من نوة صبت علينا اعماها لن اشتبت نبتة رجالها على ديت كم سوانه وابدار وضاها قبل احتزم وسدد العلم تسديد اسالك التوفيق لمبتداها اصبها صبا على كيف ما ليت وانحك على صم الجبال معناها قصايد ما ينكحك يوصل اميت امثال شعر عاليا باستواها رفعتها من فوق هجر مناديك مثل النجوم السامره في سماها والعلم كله والهدف والمقاصيد والكلمه اللي كل منا خلاها يا مرحبا في حضره محمد سعيد الحين كل مطيب يسمع صداها يا مرحبا في حضرة محمد سعيد فرحيبة الطيب يسمع صداه الشاعر اللي وكد العلم فوقي نجم ظهر نوره فيه انتباه وكرر الترحيب وزيد وعيد اسمك جلبي وصلني نداه اسم ابن حمزة راعي المدح ويجيك اسم ابن حمزة راعي المدح ويجيك واسمه الحالة طول الله بقاها في ليلة أفراح مثل ليلة العيد تحضر إن نظر عيوني سناها على اشترى أن يجند الراس تدريك سلعة كريم غالي اشتراها كم قومي يسكت اسم نعم فريد فوق الصحون اللي شحمها خطاها في حلة اللي تكرم الضيف تزيد اشهد العظم فانهار بصلاها كل الفهم
محمد عجل أبو سعيد. شاعرنا القادم شاعر مبدع، كيف لا عم شاعر العطاء الشاعر فلاح بن الله القرقاع. ما ضاق ولا جيت اهل النار ظلوم
اشكاله صدر في القصيد اللي منه طلقته الشباب على معشر الشعار ضربتها قتاله فلا همني حاسد ولا همني مكتاب عادات الرجال تشوم عن هرجته العاله وضينا على راس المعادي وراس الناب ومن هو طنابه ما عاد التفتنا له وكسبنا من الصوف الزمن خيلته الاصحاب وفيقن على الشدات نشهد لها بحاله نشوفه من الاقراب لو هو من الاقراب نشوفه من الاقراب لو هو من الاقراب ونقف معه في لازمه وانت حماله حقوق الخوي يحسب لها عندنا المحساب يوم ان الخوي تشوف عز الفدا رياله يبعزون الرجال فيه بالمرمى القصاب تحط الشدايد كل واحد ابن جاله سلامي لابن حمسه على ادوار صباب سلامي عليه اعداد ما هل هماله محمد سليل المك ومجني الهياب هذا والله اللي راشد ابوها عباره سلامي لابن حمسه على ادوار بن صباب سلامي عليه اعداد ما هل هماله محمد سليل المك ومجني الهياب هذا والله اللي راشد ابوها عن خاله حليم الرجاء بن سعيد ومن امس الاقراب والاصحاب تفخر في نباراه يا ابطاله يا كبره القاره وراعي شجاعه هارت على الواقف المفلح على الكايد وشاله قرب للمواقف والسطر والعيون احلام يشوف الصعايب مثل جلبها الهنجاله هل ادخل محمد بن سعيد بالعز جلب الياب كسبها بيمنى انتظر الصحبة وثناله وليد الكريم اللي يغريب النماء كساب عسى الله يجعل جنة الخلد من فاله عسى الواضع اللي يدعى حيثة السكاب على قبر شيخ بالمكارم فانا ماله مواقيفه وجاهه وبصلحه بعدل القاب ونمات من ربع على ابطاله عياله على مجلسه الطيب من صدقونه باب عياله تعز الطيب وتكلم اسماله على يا الحمسه مجدكم ما غشاها احجاب ملك ثوم قام الطيب من جاله رجاله من عيال مفلح نزمن الضايقه المنصاب مشايخ عبيده عزوه المجد رجاله لصح النادي لصح النادي واعتزى حزه الانشاب تجي كل فرض الموت رجلي وخيال لصاح النادي واعتزى حزة الانشاب تجي كلها الموت رجلي وخياله هلا يا عيال الضيف يا معرضة الانشاب يا روس الحمار الشامخه يطيب اسلاله الى مسك الخير ومثلث الاشنام تزلزل عدوي تزلزل عدوي دمكم لك الفارس صح الله لسانك يا مسعود شاعرنا القادم شاعر من قبيلة الله شاعر مصعد الله السلام عليكم اصحابكم يا رب عساكم بخير كيف يفهمون يا اياه وهو يستاهل المعركة واحذروا الى المسرور يقول بعد ما هارت هجوزي وقاف الشعر طلاق كيف بمدح من شعوري بحافله ينتجي ذاك العيله بالطعام مستحيل من الصعاب مثل مرقم قص غير السحاب اللي ينتجي ابن حمزه عن زواجه ما لحق الغياب لو على سطح القمر هانت الدعوه مشي يستحق الجيه انجزها دم في القناه وامدحها من طيب راسه هل يطلع بشيء سمعت السمعة وطول ما وصل الله واسمه من بين الأسامي ما هو من هذا الشيء يا محمد يا محمد صورته بس المصدر والعقاب تنعرف هدت حدة عاص ومح وعشي أنت من في النائمة وانت عرف السحاب والجارة قادرة من راسه يدوشي ضربت بين المشاطر ضربت بين الجراتي في سفر ديار من تعرف ضربت
الغالي زين الشنكر. الشاعر
المنشد فهد القيل. الله وجه ابو سعيد الشاعر عبد العالي المدية تربي بالتكريم وادرع العطايا دايم ورع الهدايا يا ابو سعيد وجعل ربي يطول عمرك واكبر شرف ان التكريم عند الحمزه وعند الحارث وعند الشاعر واسع بن عبيان الليلي. اللهم الشاعر قال يقول العلوم
المصور المعروف والإعلام سلمان بن سعد داشا. سمعتك يفرح بها الكوب ولا شي حزن شاعر فرصة الابداع تملك لك رصيد ضاضي شعر القوافي وشعر الوزن موهبتك شهودها كل رمز وكل سيد كل شعر القبيلة وشعر الوطن شايبك عن واجبات القبيلة ما يحج وراح يحل الصعيبات ويكف الفتن ابن حمزة من مواقف اللي ما تبي فوق كفه ينثر الطيب ويصب السمن جيد راس وجود مدات وحزن من جود ما تحزن به ما يلقى المهونة والغبن مات لكن عمره مجد على الدنيا مدين لو دفن تحت ثرى طيب ذكره من دفن خلف اللي طيبهم يجري بدم الولد فرقين طيب روس وفعايل ومعدن يا لك اخوان السعد ما انت بوحيد من صدرهم لنتقى فيهم الشاجع جبن نسل الخوز اعداها والغد والمجد التلي ابن حمزة قاسي الرس فرحت من زبن ولا حارث تنطح الشدة باس شديد هم هل البيرق ويشهد لهم ماضي الزمن من زحول اعوال مفلح من الزحت الضديد قبل تجلى ظلمة الخوف ويشع على من الفهم اقدم عبيده وماضيهم مجيد من مهابتهم يا كم صمل انهاف وذعن وكحطان انزعزع تجعل الضلع نبي سيطر من حد بغداد الى حد اليمن نظرة ابداعي مثل نظرة عيوني بعيد عن عيوني تفرقون هبا لقم ضجفن شعر العيني على نادره واسبر وصيد ما ينخطف عقول الباب وخطف الراحة اعزف افكار البلاب داعو الحبك الفريد تضرب المذوقي نبلحن وبلا لحن قدرها فزت هليل ذوق عشاق الجديد I'm
Come on, come on.